اليوم بنيتشر معي جيسيكا خديدة اختصاصية الهوم ستايلينج، وموضوعنا هو الراحة النفسية بمكان العمل أو الويلنس. كثير عم نسمع بهالكلمة هالأيامات. بونجور جيسيكا. بونجور تيما. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. اليوم مركزين على مكان العمل، أكيد نحن صادفينك كذا مرة وحكينا عن البيت، بتذكر كنا سوا كمان. مظبوط. اليوم عم نركز على مكان العمل، مكاتب. انت برايك قد ايه اصحاب العمل بيركزوا على هيك مواضيع؟ ما نحن اليوم هدف حلقتنا نعمل وعي، وعي مش بس للشخص الموظف او اللي عم يشتغل على حسابه، او في كثير اشخاص بيشتغلوا من بيتهم صاروا او نقال شغلهم صار. نعم. بس كمان نحن هدف الحلقه نعمل وعي، وعي للاونرز مثل ما قلتي، اصحاب ارباب العمل. نعم. لانه كل الدراسات اذا بتشوفي كل تقارير العالميه من اخر 10 سنين لهلا عن موضوع الكونسبت الويلنس زاد، بس الفكره انه المشكله بلبنان الشركات ما عم بيعرفوا كيف يبلشوا يطبقوها على الارض. فعليا هي فكره الويلنس بالمكان العمل هي شامله عده اذا بدك مفاهيم لها. اول شيء الراحه النفسيه للموظفين. نعم. راحه نفسيه موظفين كيف فينا نبلش؟ هلا في كثير اساليب. اول شيء انه المكان العمل نحن كثير بنركز اذا بدك على سايكولوجي اكثر، مكان العمل كنيتشر بنستعمل كثير بلانتس. يعني هلا رح يقطعوا بعض الصور، بعتقد مكان عمل وقت بتفوتي الهيئه كثير مهم، البنايه وقت بتفوتي عليها كثير نركز على الخضار. يعني عم نحكي استيتيك ما شكليا. اول شيء بلشنا شكليا، هذا اول عامل الشكل. نعم. شكل البنايه، لانه ممكن يكون مكان العمل مش كل اصحاب ارباب العمل بيتوفقوا ببنايه حلوه. مزبوط. او موقع ايجابي او موقع خاصه رائع. اذا عندهم شقه بهالبنايه او مكتب واحد. يعني حتى كمان اكسس لهالبنايه، لاكسس لهالمكتب، كلها عوامل بتزيد ستريس ولا بتنقصه. لا، باللاوعي تبعنا. نعم. نحن تنشتغل على اللاوعي تبعنا اول شيء بنفكر نحط نباتات. نباتات، واثبت الدراسات كل ما كثرت الخضار، ما عم نحكي بس لون اخضر، كل ما تكون نبات طبيعيه، نبات يعني بتطلع ريحه في مواقع من المدخل، كل ما خففتي التوناليت ستريس وخليت الموظفين اللي عندك عم بيشتغلوا بساعات اضافيه وبلا ما يحسوا. يعني ما في بقى الانتاج بيزيد مع انه الارباب كلهم بيقولوا لي، كلهم بينقزوا بيقولوا لنا طب كيف نهتم بهالنبته؟ مين بده يهتم فيها؟ ببلشوا يفكروا لك بالكوست. هي مع انه اذا ما ناخذها كل الدراسات شفتها، انه عملت دراسات كل السنه بالنسبه للكوست بيطلع ماشي بالنسبه للانتاجيه اللي عم بيطلعوها الموظفين، واقل غياب بالشركه عم بيكون فيه، عم بيكون في تيم ورك، جو مختلف، جو حماسي. رح نحكي هلا بعد شوي حتى في عندنا اسينشال اويلز بنستعملهم، زيوت طبيعيه منبخهم بالمكاتب. نعم. هاي دراسات برهنت بطريقه نضلك واعيه، ما تحسي حالك تعبانه. رح نرجع على الزيوت الطبيعيه. خلينا نحكي شوي مثل ما قلتي، اول شيء بنفكر فيه هو شكل البنايه. شكل اوكي، فتنا البناية. على البنايه، دقينا على الباب، فتنا على المكتب. صح. شو اول اشياء بنلاحظها؟ اول شيء اول عامل هلا بعد شوي حيقطع، اول عامل مثل ما قلت النبات، موقع النبات كيف نحطهم؟ يمكن يكون تخلق جو بقلب المكتب اندور، في شيء اسمه اندور بلانت. مش ضروري نكون عندنا كلنا بلكين، اكيد لانه اللي عم بيسمعنا بيكون عم بيقول طب انا ما عندي بلكون، ما عندي اكسس لمنطقه طبيعيه. لا بالعكس، لاحظي هون كيف حطيناه هون على الزوايا. ايه عشوائيا يعني. عشوائيا. بس في دراسه لكل زاويه. ليه؟ لانه بنعتبر النبات فيها طاقه. طاقه غير انه راحه نفسيه، في محلات زوايا بنقدر نخفف هالزوايا الحاده. اوكي. تخيلي انت عم تشتغلي كل يوم 8 ل 5 حواليك زوايا حاده. نعم. زوايا موجوده يا بشيء اساسي تعمر بالبنايه ما فيك تغيري، ما فينا نسيطر عليهم، او مستاجره بهالمحل ما فيك. يعني مرات رب العمل ما في يفوت بتكاليف ديكور. الديكور هو من خلال النبات. والالوان بطريقه استراتيجيه تنحط، مثلا اول مدخل بنحط نبات بنحد الزوايا، اذا اول ما تفتح الاسانسير بالاسانسير يمكن تطلع زاويه حاده، الزاويه بنغطيها ببلانتس طبيعيه يعني وطويله. فينا نحط كوريدور قبل ما نوصل على الميتينج روم، نحن هيك دائما نطبقها، نهيئ الشخص ليوصل على الميتينج روم، على غرفة الاجتماعات تيكون مرتاح للقرارات، تطلع قرارات مهمة. مزبوط. وحتى بعد في بعض البلدان مش بس بيستعملوا النبات بهيئوا الكوريدور ليوصلوا كل هال، يعني عم نحكي شركات عالمية مثل جوجل، كنا بنعرف إذا شفنا مكاتب جوجل جوا كيف هن شغالين بالألوان، شغالين بالنبات. وحتى عم تنعمل دراسات حسب الوظيفة، يعني أنت وظيفتك شو بتطلب منك؟ بتطلب منك تطلع من المكتب. نعم. تقعد ساعات طويلة تشتغلي ضيوف. فهالأساس نحن منصمم الكيوبيكلز بهالأساس، كيف بيتقسم المكتب، كيف بنحطه بالزوايا النباتات.
اوكي. اذا اشخاص مثلا كو وركينج سبيس بوجهك في شخص كل الوقت. نعم. شو في استراتيجي براني الدراسات انه بتحط النبات بين هالشخصين لتحدي الرادع الرادع مش حيط لانه اذا حطيت حيط يعني كترت الحيطان لو اوبن سبيس مزبوط بطل في تواصل بطل مع في تواصل وفي كميه ستريس عم بتزيد. هلا حلو وما حلو في محلات لازم نحس حالنا نحن محميين. نعم. حوالينا مش مفايلة بس كمان حسب الوظيفه مش هيك هون بيتم الدراسه والنبات كثير نحن بنستخدم. نعم. النبات مشان هالوظيفه. الالوان الالوان اول شيء بهيك محلات ما ننصح كثير نتعود على الوان رمادي بيج صح. بني صح. هلا قولي شو الوان بتنصحي فيهم انت؟ هولي بنصحهم بس مع النبات سوا. اوكي. مش يكونوا لحالهم اذا كنا لحالهم هولي بفتي على جو مرعب جو كئيبه. مزبوط. بالاخص اذا هذا المكتب يمكن يكون ماينس 1 ما يكون عنده اكسس على الضوء طبيعي ما يكون في شبابيك. نحن بنفضل اما فينا نكبر الشبابيك ونعمل اكسس للضوء. نعم. ونلعب بالنباتات بطريقه انه بتحس هل فيها الخضار وبنفس الوقت فيها النور. لانه شو اهميه النور؟ اهميه جيسيكا. النور بدماغنا اول شيء النور الطبيعي النور الطبيعي اكيد. هلا في حال في مكاتب ما عنده نور طبيعي ننصحهم بهالحاله مثلا ضوء اصفر قد ما فينا نقرب للشمس انه الفكره انه قاعدين نحن كانه في داي لايت حوالينا كانه في شمس لحقتنا. نعم. لانه مش بس صحيا انت شو كل الويلنس كل اكتيفيتيز اوف ويلنس اذا بدك تستفيدي منها 100% شو بيقولوا لك تمشي بالطبيعه. مزبوط. تمشي وقت اول ما تطلع السن او على السانست يعني بتشوفي منظر السانست يعني عم نحكي طبيعه يا وقت الابوجي تبع الشمس على الشروق او الغروب يعني. نعم. كمان ها لها منافع صحيه برجل جسمنا مناعتنا بتقوى يعني بالاخص عم نقعد كثير ساعات طويله قاعدين يعني كمان مش بس عم بيعملوا الشركات هلا بعد شو رح تقطع سوا في شركات عم بيعملوا فرنتشر دائريه بطريقه تضلك تتحركي ما تضلك محلك كل النهار يعني هيدي الحركه الثبات كمان النبات كمان بعدين نحن مرات النبات بيستعملوها كتريننج اكزرسايز مرات بيستعملوا تيم ورك مثل ما عندي كوتشنج بتسمعي بالكوتشنج والويلنس بصير يدربوا الموظفين يهتموا بنبته بصيروا هن كل موظف بحس حاله هو معني بصير انفولفمنت اكثر يعني النبات كمان هي اداه بالكوتشنج عم بيستعملوها كثير اداه ويلنس اداه للراحه النفسيه تواصل مع النبات تواصل مع النبات لانه في برهن الدراسات اذا انت بتكوني لنقول عم بتضلك تعيطي عن النبته اوكي هلا هو الفكره اللي عم بسمعها يمكن شيء غريب عم بسمعه بس هي بسيشيكما برهنوها وعلميا انه وقتها ما بتهتم كثير دراسات كثير دراسات علميا عملية عم تدبل مع عم تدبل عم تبقى انه كانه واحد عم يبكي قدامك مزبوط. انه هل نفس النبات هي فيها روح فيها طاقه فيها حياه فكل ما اهتميتي فيها حطيتي لها نور اكيد كل نبات لها قصص قبل ما يخلص الوقت خلينا نحكي شوي عن السموم اللي بالجو لانه في كثير مكاتب في مكانات اي سي شو عم بيصير بالجو في عندك اذا بدك خمس نوع انواع سموم يلي ما في مهرب منها من وراء البرينتر بيجو من وراء الحبر اللي بنستعمله بالمكاتب هو اللي في عندك البنزان الجزيلان كل هالمواد بتصير عندك مشاكل بالربو مع انه ما بنحس فيهم ما بنحس فيهم لانه هالبرينتر ما كان ما بنفكر انها ممكن تاذينا او هالحبر اللي عم نغيره او هالوراق حتى الوراق ملمس الوراق ريحه الوراق حتى الوراق اللي بنستعملها كل يوم او اوراق بالحمامات كلها بتطلع سموم بس نعم. سموم ضئيله مش انه بتاذينا ولا كلنا متنا يعني نعم. لا بس اللي بشو بيرجلجلهم تما نحن ناثر على جسم كيف بياثر على جسمنا مع الوقت بصير عندنا مشاكل بالمفاصل بصير عندنا اوجاع راس وما بنعرف السبب يعني قصص طفيفه بس تزعجنا يعني تخيلي كل السنه كل يوم 8 ل 5 عم تتعرضي لهالقصص السموم الطفيفه بس عم تعمل لك مايجرين نعم. تحولتي لشيء بسبب بدك ادوي بسبب بدك علاجات صار بدك وجع مفاصل بسبب بدك ادوي نعم. لها او نظام غذائي معين الزيوت الطبيعيه بتساعد بهالشيء في انواع نبات بس بدي اقطع صوره في ثلاث انواع نبات واربع انواع زيوت طبيعيه في الورده اللي اسمها بيس ليلي بتطلع ورقتها بيضاء بس هي ورقه خضر سمك okay. بيس ليلي معروفه بتقتل كل هالسموم اللي حوالينا اللي بتجي من خلال الاوراق وما بدها مينتنس كثير يعني انجا شوية ضو اكسس مش ضروري يكون شباك حدا ضو تتهوى الاوضه شوي من وقت للتاني وشي بسيط من المي وبتعيش عندك الالوفيرا عندك البامبو هول بيضاينوا بالمكاتب وبنفس الوقت بيسحبوا لك السموم يمتصوا هالسموم صح وفي عندك سبايدر بلانت بسموها ورقه طويله يعني كمان ها بتخفف من هالسم من السم الدهان مرات بيدهنوا بالمكتب مزبوط.
سمن الباركي من التنظيف، اراده التنظيف. انت بدك تنظف المكتب، بيجوا ادوات التنظيف بده يطلع، بده يفوحوا، بده يكونوا موجودين. هول كلهم بيخففوا من هالسموم. وعندك زيوت طبيعيه بنصحهم هول، مش بس لتخفيف هالسموم بالجو، ومش غالينا. اذا بنطلع كل سنه قد ايه بيصير بخف المشاكل وبخف الامراض بالمكتب والتو دابسانتيزم مثل ما بدنا نقول. في عندك اول اسينشال اويل فرانك انسنس اسمها، هيدي معروفه للعلاجات للوجع المفاصل اللي من خلال بتضلك ساعات قدام الكمبيوتر. عندك عندك لافندر، بس لافندر ما بننصحه بكميه لانه بنعس. فبنفضل بيبرمنت، بنروح على النعنع. النعنع بيعطيك الهيئه، بيعطيك القوه، بيعطيك انتعاش وريحه حلوه. وبدال واحد واعي لساعات طويله وما بيوجع راسه، سو بيساعد على الوعي كمان، على الوعي والاكليل الجبل، على الوعي والتركيز. حلو. نسبه اللي عم بيستعملوها للطلاب، حتى للطلاب اللي عندهم فحوصات، اللي عندهم ديدلاين، اللي عنده اوفر تايم شغل، انا شخصيا بضلني حاط اكليل الجبل. أوكي. بخ ما في مكانات البخ، او في مكانات صغيره مع شموع، بس اذا بخافوا ما يصير في حريقه بالمكاتب، في مكانات خصوصي على البرايس كهرباء. أوكي. بتحطي نقطه بتبخ، يعني ماشي مكانتين بترطي 100 متر. عم نحكي زيوت طبيعيه، زيوت طبيعيه 100%. عندك الاكليل الجبل، عندك ال، ودي حلو انه الواحد يفوت على مكتب وبعدين حلوه ريحه حلوه. ايه. وبعدين اللي بدخن مثلا بكون طلع لبرا، هلا صار نون سموكينج عندنا، صار اكثر مكان عمل بعيد عن الدخان، بس اللي بدخن برا بده يرجع، هالتوباكو اللي عم بيبقى عنده كمان عم يعمل لنا سموم، وسموم للشخص وبيزعج البقيه اللي حواليه، وبيزعج البقيه وبصير مشاكل ودبه وعصر. يعني عسيره الزيوت الطبيعيه. بس بدنا نذكر جيسيكا انه بكره انت رح تعطي ورك شوب بنيتشر بالكاسليك على 6:30 المساء، فالاشخاص اللي مهتمين اكثر بموضوع الزيوت الطبيعيه فيكم تلاقوا جيسيكا. لكن حكينا عن اهميه الزيوت، عن الالوان، واهم شيء النباتات، يعني بلكي بنعطي تركيز اكثر انه ندخل النباتات. قبل ما نختم بس بدي اخذ رايك بالمكان العمل تبعنا. حلو، بس بعد بلانتس اكثر. بده بلانتس، بعد بده بلانتس، بده بلانتس، وبدنا اسينشال اويل اكثر ليضلوا الشباب واعيين. اتكلنا عليك بالاسينشال اويل جيسيكا مشوار جاي. اكيد. ثانك يو انك انت معنا اليوم. رح ناخذ وقفه مشاهدينا مكافيين بألايف، وانا بلاقيكم بعد شوي بكوكينج.